عن حكم صلاة التسابيح. صلاة التسابيح ورد فيها حديث، وهذا الحديث فيه مقال كثير لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي غير مشروعة، ومن فعلها يكون قد فعل بدعة، لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الصلوات المشروعة التي لا إشكال فيها خير كثير، هناك صلاة الضحى، هناك صلاة الليل تهجد بالليل، وهناك الرواتب التي مع الفرائض، هناك الصلوات في الأوقات غير المنهي عن الصلاة فيها، وهي أوقات كثيرة، فالمجال مفتوح لمن يريد تزود من الخير، ولا حاجة إلى أن الإنسان يلجأ إلى الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث غير الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليستدل بها على عبادات لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.